السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات داس الأعداد العقدية. كيف ما تبعتوا معنا وليدات وأننا أعطينا إن شاء الله انطلاقة تصحيح مجموعة من الامتحانات الوطنية هنا في القناة ديالنا درس بدرس، امتحان وطني امتحان وطني، هكا باش تكون إن شاء الله الصفحة ديالنا أولا باش تكون القناة ديالنا مرجعية للتلميذ المغربي للاستعداد للامتحان الوطني. دونك مازلنا لاحظتوا معايا صح، حنا الجزء الأول الامتحان الوطني 2019 الدورة العادية، دابا الجزء الثاني. ولكن قبل ما انني نبدا بتصحيح الجزء الثاني ولا بدا ما غنشيل واحد المساله مهمه اللي عندنا في الامتحان. كتشوفوا راهي هنا مجموعه من المثلثات اونصاب دي تريونغ، وكتشوف كل على اختلاف طبيعتهم، اختلاف مثلث قائم الزاويه، مثلث متساوي الساقين، قائم الزاويه ومتساوي الساقين ومتساوي الاضلاع، يعني مثلثات مختلفه. حنا وليدات نهار الامتحان الوطني غادي نكونوا مطالبين باش ان كل مثلث انني نكون عارف كيفاش نبينه، كل مثلث شنو هي العلاقه اللي غادي نستعمل باش نبين طبيعته، لان كنلقى سؤال استنتج طبيعه المثلث الفلاني او ديدوير لا ناتور دو تريانغل مثلا ا بي سي، كيف غندير؟ هذا هو السؤال المطروح، كيف غندير استاذ؟ شنو هي العلاقه اللي غتعاوني باش انني نبين ان هذا المثلث فوالا انه قائم الزاويه او لا غير ذلك؟ دونك تبع معايا وليدات قبل ما انني نشرح تصحيح الامتحان الوطني ولا بدا ما انني نشيل هذه الفقره المهمه المتعلقه بطبيعه المثلثات ونشوفوا كل مثلث كيفاش غادي نتعاملوا معاه. اكيد الا قلبتي غادي تلقى مجموعه من علاقات مختلفه ويمكن علاقات صعيبه حتى في الحفاظه. انا اليوم غنجي غنعطيك علاقه واحده، تقريبا علاقه واحده غنطبقوها في جميع المثلثات، ولكن شكون اللي غيبقى يتحكم فينا؟ النتيجه اللي غتخرج لينا، غنطبق ديك العلاقه على المثلث اللي عطاوني، النتيجه اللي خرجت ليا هي اللي غتحكم عليا طبيعه الاستنتاج اللي غادي نقول. مساله بسيطه جدا ونبداو ان شاء الله. اول مثلث عندنا، هذا المثلث وليدات اشنو سميتو؟ مثلث قائم الزاويه. كتلاحظ انه مثلث قائم الزاويه في ا، يعني تريونغل ريكتانغل اون ا، تريونغل ريكتانغل اون ا، مثلث قائم الزاويه في ا. حنا نهار الامتحان اولدي كنكونوا مطالبين باش انا نعرفوا طبيعه هذا المثلث هذا، وتبع معايا مزيان باش نبين ان المثلث قائم الزاويه يعني تريونغل ريكتانغل. اش كنديروا؟ هالعلاقه قائم الزاويه فين؟ ا. العلاقه اللي غنطبقها استاذ هي هذه، ها انت زاد بي يعني اللحق ديال بي ناقص اللحق ديال ا على اللحق ديال سي ناقص اللحق ديال ا. انت كتعرف ان خارج عددين عقديين هو عدد عقدي، والفرق ديال عددين عقديين هو عدد عقدي، يعني هذه النتيجه كامل اللي كتشوف راها عدد عقدي. مزيان، غنغطي واحد المساله في هذه العلاقه هذه. كتلاحظ ان هنا عندي النقطه ا فيكس الفوق والتحت، اي كتبقى فيكس. علاش يا استاذ؟ النقطه اللي كنخليها انا فيكس بحال هذا الشكل هي النقطة اللي كيكون فيها المثلث قائم الزاوية. أعيد، النقطة فين كيكون المثلث قائم الزاوية اللحق ديالها كيبقى فيكس في العلاقة. هذه مالها؟ أستاذ خاصة تكون كتنتمي إلى إي آر، بمعنى غنحسب زاد بي ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ، خاصة تكون كتنتمي إلى إي آر. كيفاش يا أستاذ؟ أنا غنشرح لك الله يفتح عليك. واحد العدد عقدي ينتمي الى اغ بمعنى انه عدد تخيلي صرف، بمعنى نومبر ايماجينير بيغ، بمعنى استاذ كيتكتب على هذا الشكل 3 اي 4 اي 5 اي 6 اي ناقص 7 اي 8 اي، يعني ما عندوش لابارتي غير، عنده غير لابارتي ايماجينير صافي. واضح؟ عنده غير لابارتي ايماجينير، يعني نحسب هاد ليليمون كومبلكس هذا اللي كتشوف هنا ونلقى انه ينتمي الى اي اخ، بمعنى كيتكتب على هاد الشكل هذا. الى لقيته كيتكتب على هاد الشكل هذا استنتج بكل بساطه على ان المثلث قائم الزاويه في ا، يعني تريونغل ريكتانغل اون ا. هذه الاولى. ندوزو للمثلث الثاني. مثلث كيف داير استاذ؟ مثلث هذا مثلث متساوي الساقين، يعني عنده جوج ديال الساق متساويين، جوج ديال الاضلاع متساويين، اذا مثلث متساوي الساقين. شنو متساوي الساقين يا استاذ بالفرنسيه؟ يعني تريونغل ايزوسيل، تريونغل ايزوسيل. واضح؟ تخي بيان. كيفاش غنبين يا استاذ هالعلاقه؟ شوف معايا مزيان، هنايا كاين الاختلاف على هادو. باش نبين ان مثلث متساوي الساقين يكفي ان نبين بمعنى متساوي الساقين استاذ، بمعنى ان هذا الضلع كيساوي الطول ديال هذا الضلع، بمعنى المسافه ا سي كتساوي المسافه ا بي. الا بغيت ندير على شكل اعداد عقديه، ها انت هي المعيار ديال من ديال زاد بي ناقص زاد ا كيساوي المعيار
ديال زد سي ناقص زد أ. هاد الكتابة هادي اش كتعني؟ هادي كتعني أن المسافة أ بي كتساوي المسافة أ سي، يعني أن طول ضلع أ بي كيساوي طول ضلع أ سي. واضح؟ إذا بينتي زد المعيار ديال زد بي ناقص زد أ كيساوي المعيار ديال زد سي ناقص زد أ. بكل بساطة فإن المثلث متساوي الساقين، يعني تريونجل إيزوسيل. دوزو من هذا أستاذ شاد الشيء. هذا هنا مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية، أي في جوج ديال الحوايج، مثلث متساوي الساقين، ما المثلث؟ مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في أ، وقائم الزاوية في أ. كيفاش أستاذ غنبين هاد المسألة هادي؟ كيفاش غنبين طبيعة هاد المثلث؟ واش غنبين أنه قائم الزاوية بوحدو؟ أو لا واش غنبين متساوي الساقين أو لا غنبين بجوج؟ لا 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 سيدي لا، ما غاتبينش بجوج. أسيدي واخا علاقة سهلة ممكن دير هاد الخدمة هادي، ولكن أنا ما غنعذبكش. عقل على هاد العلاقة؟ أه أستاذ، حطها هنا، شغتولي، شوف معايا مزيان، غتجي زاد بي، اللحق ديال بي، ناقص اللحق ديال أ. على اللحق ديال سي ناقص اللحق ديال ا، بحيث ان النقطه ا هي النقطه اللي كتبقى فيكس، بمعنى النقطه فين عندي المثلث قائم الزاويه. رد البال، ولكن ماشي دائما المثلث يعطوني ا بي سي على حسب التمرين اشنو فيه. خايب يا استاذ مالها هذه يا استاذ، خاصها تكون كتساوي. انا غادي نوضح بلس او بيان موان، اي خاصني يا استاذ نحسب هذا العدد العقدي ونلقاه يا اما اي يا اما ناقص اي. اذا لقيتي اي مثلث متساوي الساقين وقائم الزاويه، لقيتي ناقص اي مثلث متساوي الساقين وقائم الزاويه. يعني الناس ديال البيفاش كنقولوا تريونغل ايزوسيل اي ريكتونغل، تريونغل ريكتونغل اي ايزوسيل. سهل العلاقات بسيطه جدا في التطبيق، حنا غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غنتعاملوا معها. مساله ثالثه، مساله ثالثه شنو عندي؟ اول مساله رابعه هذا المثلث كتلاحظ ان جميع الاضلاع ديالو مالها متقايسه، يعني مثلث متساوي الاضلاع كيتسمى تريونغل اكويلاتيرال. كيفاش غادي نبين استاذ متساوي الاضلاع؟ ها انت هذا مثلث متساوي الاضلاع، كيفاش غنبين؟ شوف معايا مزيان، زد بي ناقص زد ا على زد سي ناقص زد أ، نفس العلاقة الأولى الثانية بحال بحال، غير هنا شنو واقع؟ هذا عدد عقدي كيتكتب على شكل إكسبونونسيال ديال أو بي سوغ تخوا، أي الإكسبونونسيال ديال أو بي سوغ تخوا. أولا ممكن أنني نقول فقط أن هذا العدد العقدي هذا اللي كتشوف هنا نبين أن هذه المسافة كتساوي هذه المسافة كتساوي هذه المسافة من غير هذا الشيء، لارغيمون ديال هذا لونوبغ كومبلكس هو بي سوغ تخوا. أولا بصفة عامة مسألة سهلة، حسب هذا العدد العقدي وحوله لشكل أسي، إذا لقيتها الإكسبونونسيال ديال بي سوغ تخوا عرف أن المثلث متساوي الأضلاع. واضح؟ علاش متساوي الأضلاع؟ لأن من بالمميزات ديال المثلث متساوي الأضلاع أن جميع الزوايا اللي عنده هنايا كلهم متقايسين، هاد الزاوية كتساوي هاد الزاوية كتقايس هاد الزاوية، ماشي غير متقايسين وصافي، مي كيساويو كاملين بي سوغ تخوا. اش كيساوي أستاذ؟ كيساوي بي سوغ تخوا. إذا وليدات هادو أهم المسائل اللي خاصني نعرفهم على طبيعة المثلثات، أهم العلاقات اللي خاصني أنني نكون عارفهم وخاصني نكون ضابطهم، باش أنني أي مثلث كيف ما بغى يجي نتعامل معاه ما كاينش إشكال. إذا وليدات كنفضل أن الفيديو باش ما يجيش عندنا طويل، كنفضل أنه نقسموه نديرو شرحنا بارتي ديال الدرس، ومن بعد إن شاء الله ندوزو مباشرة للتطبيق اللي هو الامتحان الوطني 2019 الدورة العادية، اللي غنشوفو فيه كذلك مجموعة من النقاط الأساسية، وغنشوفو فيه كذلك علاقات مهمة، ومنها غنستنتجو طبيعة المثلث اللي عطينا تما. وبالتالي وصلنا لنهاية الفيديو هذا وليدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.